تخرج الفتيات صبيحة عيد الأضحى المبارك لطلب بعض المواد الغذائية، تقليد يهدف لترسيخ علاقات الجوار. نتابع المزيد في هذا التقرير لرشيد مشورب وحميدة عوادية. كل صباح أولى أيام عيد الأضحى تتجمع بنات حي البرتقال ببلدية وادي الفضة في بيت إحدى صديقاتهن للخروج والقيام بعرفة، عادة توارثتها الأمهات عن الجدات. يضروا الدراري على الخيام يمدوا لهم ويجيبوا الواحد اللي يطيب لهم، يتلموا كاع في دار ويطيبوا وياكلوا ويعطوا للناس معاهم. يطلبوها كي الغني كي الفقير، زعما كاع يتلموا نهار العيد يديروا جماعات جماعات ويروحوا يدوروا على الخيام من خيمه لخيمه ويطبطبوا، واللي يبغى بحال ما كاين اللي ما يبغيش يردهم، يعطي لهم الشيء اللي كتب ربي وكاين اللي يردهم. جاتكم جاتكم حتى لديوركم سيدي سيدي كبير العمامة ينوض لالا. بهذه الأغنية تتقدم هذه الفتاة وتقف رفقة صديقاتها عند كل باب من الحي طالبات بها القليل من الدقيق أو الزيت، وذلك ما كان يتصدق به لعابري السبيل قديما. يجوا مع الصباح يطلبوا شحيمة والحيمة كما كانوا يقولوا بكري، والناس يعطوا لهم اللحم ويكونوا خاوة كاع مع بعض، وهذو جوارين ويكونوا كاع يعني مطيبين، وهذه من سمة المحبة تاع الجوارين والأخوة. بعد ذلك تعودن الفتيات إلى بيتهن ليتقاسمن ما حصلن عليه من مؤونة عارفة، تقليد تأبى عليه سكان المنطقة لتعويض بعضهم بعض على التصدق للفقراء والمساكين. نمر الآن مشاهدينا الكرام منى لنقل أجواء عيد الأضحى المبارك عبر بعض ولايات الوطن بعد كنا هنا في العاصمة. الآن أكيد هي أجواء مميزة باختلاف كل ولاية وعادتها وتقاليدها أمير، وهو كذلك طبعا نرحل مباشرة إلى شرق الوطن وبالتحديد إلى ولاية ميلا، ومعنا من هناك مراسلنا سفيان بوعون. صباح الخير، عيدك مبارك، كل عام وأنت بخير. صباح صباحك أسعد أمير ومنى كذلك هناك وكافة الزملاء. العفو منى، طبعا اليوم يوم سعيد مبارك عليكم زميلي الكريمين وكذلك الزملاء في غرفة التحكم وكل الزملاء المداومون، يعني يوم نهار اليوم. نعم شكرا لك سفيان، وأعيدك مبارك كل عام وأنت بألف خير، أنت وكل طبعا الأهل والأقارب وكل ناسنا وأحبابنا في ولاية ميلا. كيف هي أجواء العيد بمدينة ميلا؟ فعلا أمير، طبعا وكسائر الأمة العربية والإسلامية أدى المصلون صلاة عيد الأضحى المبارك في هذا اليوم الأغر، أين استمع المصلون وتوجهوا وفرادى منذ الساعات الأولى لصباح هذا اليوم المبارك إن شاء الله. توجهوا نحو المساجد، أين هللوا، أين كبروا، أين ذكروا الله، أين دعوا بالصلاح. طبعا أمير، أهم شيء ملفت بالنسبة لخطبة العيد لهذا اليوم أن الإمام بالمسجد مثلا الذي أديت فيه صلاة عيد الأضحى المبارك وهو مسجد عقبة بن نافع الفهري، طبعا ركز الإمام على الوسطية في الإسلام ووضع طريقة أو وضع ورقة الوسطية على كافة الطاولات انطلاقا من السياسة وصولا إلى العلوم إلى الحياة الاجتماعية، مذكرا بالإخاء والمودة والرحمة المهداة التي يجب أن يتحلى بها كافة المسلمون وكافة الشعوب العربية في هذا اليوم المبارك. طبعا ركز الإمام أمير، ركز أساسا على ضرورة أن يخدم الإعلام، وهذا ربما الشيء الملفت بخطبة العيد، وأن الإمام ركز على الدور الكبير الذي يلعبه الإعلام اليوم في ظل هذه التضاربات وهذه بين مزدوجتين، يعني بين هذه التناطحات العالمية بين الدول الكبرى وما يؤول إليه طبعا الوضع بشكل عام. في عموميات العيد طبعا أدى إذن المصلون وتغافروا وتساعدوا فيما بينهم، طبعا رأينا السعادة، وبالموازاة أيضا ربما في عائلات أخرى قد نتحرك إليها إن شاء الله بعدما نقوم ب
تأدية الواجب الإسلامي بتضحية العيد إن شاء الله. سنتنقل إن شاء الله إلى المداشر والقرى إن شاء الله لنقل المزيد. وانتباهات طبعا سكان المناطق النائية هناك. فقط سفيان بعون، هل قمت بنحر الأضحية أم ليس بعد؟ فعلا أمير، يعني سؤال وجيه. الآن ربما بعد قليل إن شاء الله سنقوم بعملية النحر. لا أودعكم سرا طبعا، أنني أنتظر أيضا مساعدة الأهل والوالد والوالدة والإخوة جميعا، وكذلك إن شاء الله. وأقدم أيضا تحياتي بهذه المناسبة السعيدة إلى كافة سكان ولاية ميلا والجزائر والأمة العربية والإسلامية. لا ربما قد تتيحون لي الفرصة لأهنئ السيد المدير العام السيد أنيس الرحماني، السيد سعاد عزوز، كذلك كل الزملاء، السيد مدير التحرير، السيد رئيس التحرير حفصي بوسري بوهروة، أمير منى، كل السادة الزملاء. القائمة طويلة التحرير. طبعا القائمة أطول أمير. شكرا لك سفيان بعون، ونحن بدون نتمنى لك عيد سعيد ومبارك ليك وكل أفراد الأسرة الكريمة، وأيضا التمسنا أجواء تضامنية في عائلة بعون. بارك الله فيك منى، بارك الله فيك. نمر منى الآن من شرق الوطن، نرحل مباشرة إلى غرب الوطن وبالتحديد إلى عاصمة الونشريس، ومعنا من هناك مراسلنا محمد أغوليش. نقول لك صباح الخير، عيدك مبارك، كل عام وانت بخير. صباح الخير أمير، وعيد سعيد لك ولكل مشاهدي القناة والأمة الإسلامية. أهلا بك محمد، عيدك مبارك، كل عام وأنت بألف خير. عيدك مبارك أيضا لك ولكل الزملاء. شكرا. تفضل، كيف هي أجواء العيد في مدينة تيسمسير طبعا، وما هي طبعا النقاط الروحانية والدينية التي ركز عليها الإمام في خطبة العيد هذا الصباح؟ أمير، لم يمضي سوى القليل عن قيام المصلين من صلاة أول أيام عيد الأضحى. أحوال الطقس في الخارج حسنة، لذلك استطاع الجميع اختيار إما الصلاة داخل المساجد أو في ساحاتها. مصالح الحماية المدنية جهزت لهذا اليوم منذ ما قبل البارحة بتنظيف أماكن أداء الصلاة التي أسهب في خطبتها الأئمة الحديثة حول التسامح المحبة ولمشم المسلمين. أنت تعرف زميلي أمير أن طبيعة هذا اليوم وتقاليده يرتب الجميع لنحر وذبح الأضاحي، ثم تسير العائلات نحو المقابر، وبعدها على كل طريقته في استغلال المساحات الزمنية والمكانية لهذا اليوم. أتمنى فقط أن يمر هذا اليوم سلاما وأمنا على جميع المسلمين ولكل طاقم القناة ومشاهديها. عيدا طيبا وسعيدا لكم جميعا. شكرا لك وكل عام وأنت بألف خير، وأيضا تحيتنا لكل ناسنا وأحبابنا كل سكان مدينة تيسمسير في هذه الصبيحة. نقول لهم عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بألف خير. نبقى دائما في غرب الوطن وإلى لؤلؤة الغرب الجزائري منى، مدينة مستغانة، ومعنا أكيد أنيس بن حالة. صباح الخير أنيس، عيدك مبارك. نعم، انقطع الاتصال، سنحاول ربط الاتصال مرة أخرى. مستغانم الولاية السياحية بامتياز، والتي عرفت نشاط وموسم اصطياف رائع هذه السنة. أكيد ستكون أجواء مميزة اليوم أكيد بمناسبة عيد الأضحى المبارك. ربما نحاول ربط الاتصال إذا كان ممكن حسب الزملاء في غرفة التحكم. أنيس بن حالة معنا على المباشر. صباح الخير أنيس، عيدك مبارك، كل الخير. عام وأنت بخير. صباح الخير زميلي أمير، وعيدكم مبارك أيضا. أهلا بك أنيس، شكرا لك أنيس. إذن أنيس، أهلا زميلتي منى، أهلا بك وصحة، عيدك وعيدك مبارك ليك وكل أفراد الأسرة الكريمة. أنيس، يعني هل لك أن تنقل لنا أجواء العيد صبيحة اليوم في ولاية مستغانم؟ إذا على غرار ولاية الوطن، وبعد أداء صلاة العيد يتجه العائلة المستغانمية الآن لنحر أضحيتهم عبر مختلف أحياء الولاية، وذلك وسط أجواء تضامنية وأخوية يصنعها العائلات المستغانمية بعضهم البعض، بالخصوص مشاركة قوية للأطفال الذين يتهاونهم أيضا على مساعدة أوليائهم في نحر الأضحية وسط فرحة عارمة تغمرهم في هذه اللحظات.
نعم، إذا أنيس أكيد الأطفال هم اللي يصنعوا أجواء عيد الأضحى المبارك، ما نقدرش نصوروا أنه عيد أضحى مبارك بدون الأطفال اللي يكونوا فرحانين بأضحية العيد. بالفعل زميلتي، يعني الأطفال اليوم مكلفون بتجهيز كل وسائل التي يعني ترافق الأضحية التي يأتي عليها الآباء، وكذلك بعض الذين يعني يقومون بالأضحية مجانا، وهي فرحة عارمة كما ذكرتي. نعم، ويصنعوا خصوصا يعني أجواء البهجة يعني مميزة جدا داخل البيت. صحيح، خاصة بعد البيت، لكن يعني الملاحظ الآن عبر أحياء مدينة مستغانم أن كل الأطفال خارج منازلهم وكلهم متواجدين رفقة أضحيتهم بالخارج ينتظرون عملية النحر إن شاء الله. إن شاء الله. أكيد أنيس، لولاية مستغانم وناس مستغانم عادات وتقاليد خاصة بهذه المناسبة الدينية، يعني هل لك أن تعرفنا ببعض هذه العادات خصوصا يوم أول عيد الأضحى المبارك؟ إذن يعني خلفا على باقي الولايات، كل العائلات يجتمعن في بعض في الأحياء، يعني يفضلون النحر عبر الأحياء مقارنة بالمذابح البلدية. واليوم يعني تكون الوجهة أيضا في اقتناء بعض اللحوم خارج الأضحية لطهيها وتحضيرها عبر المنازل، حتى يتسنى لهم يعني استغلال أضحيتهم يوم المساء أو غدا إن شاء الله. نعم، كما هو معمول به في العاصمة. شكرا جزيلا لك زميل أنيس بن حالة على نقل لنا هذه ورصد لنا هذه الأجواء المميزة التي تعيشها ولاية مستغانم. نعم، هو كذلك، فكل عام والأمة الإسلامية وكل الجزائريين وكل العرب بألف خير يا رب. وبهذا ننهي أخبارنا المحلية، سنعود طبعا في مواعيدنا الإخبارية لنرصد أكثر انطباعات و طبعا تهاني العديد من المواطنين من مختلف ولايات الوطن في مواعيدنا الإخبارية اللاحقة. تفضلي منى. وهو كذلك أمير، لا يمكن أن نتصور عيد بدون تهاني ولايات المختلفة لوطننا الحبيب. إذا نبقى دائما مع فرحة وأجواء عيد الأضحى المبارك، حيث أن حتى الفنانين والمثقفون هم أيضا يرصدوا لنا وبعثوا لنا بتهانيهم التي نقلها لنا كل من عادل غضبان وزميلة سارة بالحور. هذا يوم سعيد ومبارك، ونهني الشعب الجزائري، آملين أن يكون هذا العيد عيدا مباركا فيه الخير والبركة والأمن والاستقرار لشعبنا. بمناسبة عيد الأضحى نتمنى كل محبيني والجمهور الجزائري والأقارب عيد سعيد، وكل عام وأنتم إن شاء الله بألف خير. نهني الشعب الجزائري وجميع الإخوان المهاجرين اللي في الغربة وجميع بلدان العرب، ونقول لكم صحة عيدكم. على كل حال الجمهور العزيز ديالنا، نقولوا صحة عيدكم، عيدكم مبارك، وكل جزائري اللي هو في الجزائر وخارج على الوطن، ونتمنوا لهم ان شاء الله الصحة والهنا. كل صحة عيدكم الجمهور ديالي اللي يحبني، ونقولوا ما زلت على ديداني شكون قال طاحت بيا. نتقدم تهاني إلى كل الشعب الجزائري، خاصة كل الفنانين والفنانات، نقولهم كل عام وانتم بخير، وإن شاء الله ربي يلاقينا في ساعة سعيدة. أتمنى لكل الجزائريين عيد سعيد، والعائلة الجزائرية تكون في الهنا والسعادة إن شاء الله. مناسبة عيد الأضحى المبارك، يعني نتقدم إلى كل الشعب الجزائري وإلى كافة الأمة الإسلامية، نقول لهم صحة عيدكم وكل عام هما بخير، إن شاء الله ينعاد علينا بالصحة والهنا.
إذن عيد سعيد ومبارك لكل الفنانين الجزائريين سواء كانوا داخل أو خارج الوطن. أيضا عيد سعيد لكل رجال السياسة لأنهنهم أيضا بهذه المناسبة الدينية. إذن عيد سعيد لكل الشعب الجزائري. هكذا فاروق خليفة، عيدك سعيد ومبارك وكل سنة وأنت طيب. عيدكم مبارك منى، عاده الله علينا بالخير والبركة. عيد سعيد أيضا لكل الجزائريين الأمة الإسلامية والعربية. إذا موعدنا الرياضي نبدأه من هذا الموضوع، حيث عاد الحديث في البطولة الوطنية عن الفوارق المادية الموجودة بين الأندية من خلال هجوم رئيس شباباتنا فريد نزار على الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك. فوارق هي موجودة في مختلف البطولات، لكن الأمر والنظرة تتغير في الجزائر. المزيد مع محمد نجيب هنان. بعيدا عن الميدان وقريبا من مادية الكرة الحديثة، هنا نقصد كبار أندية العالم مالا، وهنا أيضا نقصد الطبقية بين النوادي. نادي يتأرجح في بحبوحة مالية وآخر همه الوحيد التعايش مع وضعه المالي الخانق. إلى الآن كل شيء عادي، فالبرجوازية أيضا لها مكان في كرة القدم، إلا الجزائرية منها. إنجلترا بقطبي مانشستر مقابل واتفورد وساوثامبتون. في إسبانيا برشلونة وريال مدريد مقابل لاس بالماس وألافيز، وغيرهم كثيرون. تفاوت مالي منطقي، إلا أن الجزائريين يتخذونه في كل مرة اللغة الرسمية لتبرير الهزائم على طريقة رئيس شباباتنا فريد نزار في آخر مواجهة ضد العميد. هل يعقل أن نشاهد لاعب بطولة الوطنية يتقاضون 200 و300 مليون للشهر الواحد؟ هل شاهدت فرق اليوم بين لاعب فريق شباباتنا الذين هم أضعف راتب في البطولة مع لاعب 200 و300 مليون؟ وإن كان المطلب مشروعا على أساس أن اللعبة أصبحت تعتمد على الأموال الطائلة، إلا أن الحذر كل الحذر من حساسية من شأنها أن تحصل بين النوادي غيرة من توفر الأموال في جهة على حساب أخرى، وصولا إلى صراع ذهنيات وعقلية المناصرين أن لا أحد أقل شأنا من الآخر. دائما مع رئيس شباباتنا فريد نزار الذي انتقد مدافعه رضا بابوش وقال بأنه أضحى لاعبا لا يعرفه، خاصة في المباراة الأخيرة ضد العميد. بابوش كان تأثر نوعا ما بالتكريمات اللي كانت له في بداية المباراة، تأثر وتفكر أياماته في مولودية الجزائر. في ذلك الوقت يعني 10 و15 دقيقة كان خارج المباراة، لأن ماهوش هذا هو بابوش اللي شفناه في المباريات ولا في السنتين اللي شفناه في باتنا. كان يقدم مباريات كبيرة، اليوم شفنا بابوش آخر. رضا بابوش رد على رئيس فريقه فريد نزار وقال بأنه أدى مباراة كبيرة وأن الأخطاء التحكيمية هي سبب الهزيمة. لا، انا اديت المقابله تاعي كما لازم الحال، واديت المقابله يعني بكل قوة. نظن باللي الهدف يعني ما الهدف كان ربما الحكم التماس هو اللي شاف الكره ما خرجتش. نظن الناس كان حتى اللاعبين مولود الجزائر وبالاعتراف تاعهم باللي خرجت الكره وكان هم وحبسوا. ونظن باللي تعرف باللي كره القدم هذه اخطاء، وربما بالك كانت شويه النيه في اللقطه هذه. إلى أخبار شبيبة القبائل، أين فتح النار مدرب نادي كمال موسى على النجم السابق للنادي وللمنتخب الوطني موسى صايب، وطالبه بعدم الحديث عنه وأن أبواب الشبيبة مفتوحة على مصراعيها لكل من يريد هذا الفريق. درك صايب موسى وش يحوس على كمال موسى ولا يحوس على شبيبة؟ لو كنت فاهم موضوعك، يحوس علي أنا ولا يحوس على شبيبة؟ إلا حاب يجي يدرب شبيبة يجي. إذا كان هو كما قال لك أكسونا في الشباب يبين، إذا كان هو كما قال لك بروبريتير في الشباب يتكلم. راح دوك نشوف أنا نتكلم عليه. أنا قلت لك إذا كان يهضر لي راه غلط. هو راه كما قال لك عنده مستوى، بس حنسى مني إن شاء ونسى كيف جابوه ونسى وين كان. سيتو، هذا ما كان. الله ما يطلع ما يهبط. يحب يجي، قلت لك يحب يجي للشباب يتفضل. علاش يتكلم على الشباب؟ حب أنا قلت لك من برا الناس كل تتكلم. أنا قلت لك احترمته. ولكن السيد كما قال لك كاين بورت بابي جديد كمال موسى. الى اخبار مولودية الجزائر، قال رئيس الفريق عمر غريب بان هدف نادي هو انهاء مرحلة الذهاب ب30 نقطة، مؤكدا بان المهمة لن تفرض ضغطا على لاعبين. احنا رانا مقابلة وان شاء الله ربي
ان شاء الله ربي كما قلت نكملوا تما في المراتب الاولى ان شاء الله. حنا نتمنى انا ومغرب يا اخي قلت لك ان شاء الله نكملوا ب 30 نقطه ان شاء الله الا كتب ربي. هذا هو الاوبجيكتيف تاعنا ان شاء الله. ما كان حتى الضغط يعرفون يعرفوا شمن الضغط يلعب ولازم يربح وهذا ما كان. واليوم نشكر اللاعبين يعطيهم الصحه داروا مجهود كبير. إلى شرق الوطن وإلى أخبار العميد شباب قسنطينة، حيث قررت إدارة النادي فسخ تعاقدها مع المدرب البرتغالي ديدو غوميز بعد التعادل الأخير ضد مولودية بجاية، وتوصل الطرفان إلى أرضية اتفاق تقضي بالطلاق النهائي بين الطرفين في خطوة كانت منتظرة من إدارة السنافر، خاصة وأن العديد من أنصار هذا الفريق الكبير طالبوا الإدارة بإقالة المدرب. إلى خبر آخر، ثمن أنصار الفرق عودة الأمن وعناصر الأمن إلى الملاعب الوطنية قصد تأمين المباريات، وبالموازاة مع هذا أطلقت جمعية راديوز العنان لنفسها نحو ملاعب الوطن قصد التوعية والحرص على تطليق العنف والتآخي بين الأنصار. التفاصيل مع سفيان بوعو. موازاة مع عودة الأمن للملاعب، تفاعلت جمعية راديوز مع العملية وباشرت عبر مختلف ملاعب الوطن حملة واسعة للتقريب بين أنصار الفرق الرياضية قصد تدعيم التآخي والمودة خلال إجراء المباريات بعيدا عن العنف. في إطار حملة تحسيسية للأنصار، مادام الأنصار راهم يدخلوا يتفرجوا الفريق الوطني ويجلسوا كاع في رحبة، علاش ما تكونش هذه المبادرة تانية أيضا في المدرجات في البطولة ويكونوا هذا الأنصار كرجل واحد. يشكل الأنصار اللبنة الأساسية في الأمن العام مما يجعلهم الهدف الأول للتوعية ولم الشمل فيما بينهم بعيدا عن الألوان التي يمثلونها بهدف خدمة الرياضة. احنا التاجنا نترحبوا بينا كما نقولوا احسن ترحيب، وما شغل انا مع فكره تاع خاو. تكريم مدرب من دفاع تاجنانت ولاعب من اتحاد العاصمه من جمعيه راديوز للتقريب بين الكبار ايضا. ونشكر ايضا جمعيه راديوز على التكريم تاعي ايضا، لان هذه جمعيه تقوم باعمال خيريه وتقوم باعمال يجب الاشاده بها في كل مره. نظن ان هذه الامور يحفزوا باش يكون روح رياضيه في كره القدم. واستذكار أمجاد تأسيس الفرق تشكل اللبنة أيضا الأولى في استرجاع الأهداف السامية للرياضة كمنافسة دون عنف. إلى جديد محترفين، كشف مهاجم أو صانع ألعاب فريق ليون الفرنسي الدولي الجزائري رشيد غزال بأنه اقترب من تجديد عقده مع النادي الفرنسي، وقال غزال بأنه يطمح للمواصلة مع هذا النادي. Voilà, j'ai la tête sur les épaules. Je sais aussi que ça fait partie de la vie d'un footballeur. Ces moments de ces périodes de mercato. Donc moi, je l'ai toujours vécu sereinement. Mon objectif, il est toujours le même aujourd'hui. Et voilà, le fait que déjà je puisse retrouver les terrains, c'est vraiment tout ce qui m'importe. Quel est l'objectif? C'est de prolonger l'OL, justement? Ouais, bien sûr. Moi, j'ai toujours dit que mon souhait était de continuer à l'Olympique Lyonnais. On s'est rapproché avec le club, donc c'est une bonne chose. من جهته ومباشرة بعد نهاية مباراة فريقه ضد بوردو، قال رئيس نادي ليون جون ميشيل أولاس بأن غزال توقف عن تماطله وهو يتجه في الطريق الصحيح لتجديد عقده مع الفريق. Il a sa place dans cette équipe. C'est un garçon intelligent, c'est un garçon qui a du talent, mais qui a une expérience du haut niveau qui est encore courte, puisque ça s'est révélé l'année dernière. Donc voilà, donc notre plus grand volonté, c'est qu'il comprenne que son intérêt est ici. Et comme je crois qu'une partie de sa famille est tout à fait convaincue que son intérêt est ici et que c'est un garçon intelligent et que je vais lui téléphoner personnellement pour arriver à le convaincre, je reste persuadé que tout est possible. La communauté algérienne attend que Rachid signe et Rachid va signer. Voilà, faut lui dire Rachid, arrête tes conneries et maintenant viens signer à Lyon. وفي إنجلترا تلقى رياض محرز وزميله في النادي مورغان انتقادات لاذعة من طرف جماهير فريقهما ليستر سيتي، وهذا بعد تحصلهما على أضعف علامة خلال المواجهة التي جمعت ليستر سيتي بمضيفي ليفربول حسب ما رصده موقع توتو ميركاتو. الموقع أضاف بأن محرز ومورغان من بين أكبر المتسببين في الهزيمة الثقيلة التي مني بها بطل الدوري الإنجليزي، وهذا بسبب الوجه الشاحب الذي ظهر به. كشف نونو اسبرانتو سانتو مدرب بورتو البرتغالي بأنه يتوجب على الدولي الجزائري ياسين إبراهيمي العمل بجد وإثبات مكانته في الفريق إذا أراد الحصول على مكانة ضمن التشكيل الأساسي.
وقال اسبرينتو سانتو بأن موهبة اللاعب لا تكفي ليكون ضمن حساباته، مطالبا إياه بالجدية والتحلي بالروح التنافسية، وهذا في ندوة صحفية عقدها مؤكدا بأن نادي بورتو أقول غني باللاعبين والأحسن سيتحصل على مكان في التشكيلة الأساسية. إلى الألعاب شبه أولمبية، إن كشفت اللجنة الأولمبية الدولية لذوي الاحتياجات الخاصة بأنها فتحت تحقيقا في سبب فشل فريق كرة الجارة السيدات في الوصول في الوقت المناسب لمباراته ضد منتخب الكيان الصهيوني التي كان من المقرر أن تجرى السبت، ولم يتنقل فريق كرة الجارة مع الوفد الرسمي لغاية يوم أمس، مما جعل اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة البارامبية الدولية أيضا تعلنان خسارة سيدات المنتخب الوطني. قال أرسن فانجر مدرب أرسنال الإنجليزي بأن الفوز الذي حققه الفريق ضد ساوثامبتون سيكسبه المزيد من الثقة. إنه الفوز الثاني بعد واتفورد، ما يجعل في رصيدنا انتصارين، إذا استطعنا أن نواصل في رتم الانتصارات سيجعلنا هذا أكثر ثقة واللعب بالطريقة التي نريدها. أنا لا أحب الحديث عن قرارات الحكام، لكن يمكننا أن نرى أنه في 4 مباريات الأولى من البطولة كانت هناك 3 ركلات جزاء، أظنها كثيرة جدا، أنا لم أرى هذا من قبل. إلى خبر آخر، منح منظمو كأس العالم 2018 التي ستقام بروسيا ضمانات للفيفا بالانتهاء من جميع الأشغال التي تخص الملاعب والمرافق التي ستحتضن أكبر التظاهرات الرياضية، حيث أكد كولين سميث مدير البطولات في الفيفا بأن روسيا ينتظرها عمل كبير، لكن هناك إرادة لإكمال ما تبقى من أشغال. أظن أن الجميع متفق بأنه لا يزال هناك الكثير من العمل للقيام به، لكن هناك دفعة جديدة وروح معنوية كبيرة من أجل إتمام العمل في الوقت المحدد من أجل الانتهاء من النظام الخاص بالملعب، فهذا يأخذ بعض الوقت بعد تسليم الملعب للاستقبال، لكن هذا لن يكون سوى بعد المباراة الأولى، والعمل سيستمر بشكل عادي. نختم موعدنا الرياضي من لبنان، حيث استمتع الجمهور اللبناني بعروض كروية رائعة كان أبطالها نجوم العالم السابقين الذين شاركوا في مباراة استعراضية جمعتهم بقدام المنتخب اللبناني تحت رعاية شركة أرابيكا التي نظمت اللقاء وتهدف إلى التسويق للكرة اللبنانية عبر العالم. واستذكر المهاجم الفرنسي السابق دافيد تريزيغي أيامه الزاهية بعد تألقه في اللقاء الذي شارك فيه لويس فيغو، بويول، سكولز، ماتيرازي، روبرتو كارلوس وغيرهم من النجوم. المباراة انتهت 4-3 لفريق نجوم العالم، وهي المباراة التي أقيمت بشمال العاصمة بيروت وسط حضور جماهيري قوي استحسن المبادرة. كرة ذهبية بعضهم كل شوي ترجع طابة مرة جديدة لروبرتو كارلوس هون بوحدة من تسديداته الصاروخية بيقدمه اليوسف ترجع لدافيد تريزيغي هدفه الثالث وبهذا نصل إلى الختام. مرة أخرى عيد أضحى مبارك لكل الجزائريين للأمة الإسلامية العربية وكل متابعينا منى. وهو كذلك عيد أضحى مبارك لكل سكان برج بوعريريج. نعم، نغتنم الفرصة لإهداء هذه المناسبة لكل سكان برج بوعريريج، كل الجزائريين وعائلة خليف. وهو كذلك ونحن شكرا بدورنا نقول عيد مبارك سعيد للوالدين الكريمين. نعم، نهنيهم بهذه المناسبة السعيدة. أيضا وبهذه المناسبة السعيدة أتقدم باسمي وباسم كل طاقم النهار بأحر التهاني وأطيب التمني إلى السيد المدير العام لقناة النهار زميل أنيس رحماني، وأيضا سيدة سعاد عزوز، ولكل
الافراد واسرتهم نقول لهم عيدهم مبارك وكل عام هما بخير. اكيد فاروق ما نساوش كل من زميل احمد حفصي وكل عائله حفصي بسوق هراس، ايضا عائله بصري، كل الزملاء سواء من القسم الرياضي او القسم المحلي، القسم الاقتصادي ايضا، والصحفيين، القسم السياسي ايضا ما نساوهمش، كل القسم التقني ايضا من تقنيين ومخرجين ومركبين، وايضا ما نساوش ايضا رجال امن القناه، وايضا المخرج حمزه سعد الدين، وايضا الزميل حسن عمار، كل الفريق التقني، وايضا اكيد منى نغتنم ايضا الفرصه اللي طبعا هذه المناسبه نهنئ عائلتي نهال وايضا نصر الدين بتيزي وزو وايضا بعائل فكرون، يعني يعطيهم الصبر ان شاء الله. امين يا رب، هذا وش نتمنى ربي يصبرهم ان شاء الله في مصابهم الجلل. ايضا حتى مصلحه البت اللي نقدموا لهم التهاني الحاره من هذا المنبر، زملائنا ايضا ما نساوهمش اللي هما اكثر، وعلى رأسهم أيضا وهاب وزميل خالد وكل واحد باسمه. أكيد ما ننساش عائلتي فاروق، عائلة مالك، خصوصا الوالدين الكريمين وكل إخوة تبعي محمد ياسمين وإسلام. إذا شكرا جزيلا، شكرا لك فاروق، الأضحى مبارك مرة أخرى، الله يخليك، نلتقي في ساعة الخير إن شاء الله. إن شاء الله. إذا مشاهدينا الأكارم، لإعادة متابعة كل ما فاتكم من برامج على الإخبارية الأولى يمكنكم إذا متابعتها على اليوتيوب وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر، كما أيضا يمكنكم تحميل تطبيق النهار لأجهزة الأندرويد، وهذا على الهواتف الذكية. أيضا الآن استذكرتني ذكرى كي أحيي زملائي في قسم الأخبار، مقدمين الأخبار، يعني من زميلة لميس اللي نحييها ونحيي عائلتها، إيمان عباي، أيضا كل الزملاء كل واحد بأسمهم، ياسر وبسا أيضا، وحتى زميل رئيس سكريبت فؤاد مزيان. إذا مشاهدينا الأكارم، ما زلنا دائما معكم، نلتقي على رأس الساعة. إلى ذلك السلام عليكم وعيدكم مبارك، وكل سنة وأنتم طيبين. سلام.